بظل التردي المستمر للأوضاع المعيشية في لبنان وبالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تتظاهر بوضوح في انهيار العملة المحلية والارتفاع المبالغ فيه للأسعار مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين، يتساءل اللبنانيون عن مصير البطاقة التمويلية التي وعد وزير الشؤون الاجتماعية بتوزيعها اعتباراً من مطلع آذار الجاري على المواطنين الأكثر حاجة. فهذه البطاقة لا تزال حتى الساعة بلا تمويل، مما يترك 400 ألف عائلة مسجلة للاستفادة منها في مهب الريح الاقتصادي. عندك حوالي 300 ألف عائلة، هودي عادة بين 300-350 ألف عائلة هودي طالبين دعم. هلأ المشكلة وين؟ أنه ما في لغاية هلأ تمويل لهيدي، يعني كان على أساس تتمول من الخزينة، وبتعرفي أنت الخزينة بالموازنة الدولة اللبنانية بتعرفي ما هي مفلسة. 300 مليون دولار البنك الدولي قال لهم أنه نعطيكم اياهم بس بدك تعملوا اصلاحات بالاول، بدك تعملوا الاصلاحات. وتحديدا حدد يعني الوزير امبارح معالي الوزير انه من اولى الاصلاحات هو شو اسمه يعني اصلاح قطاع الكهرباء. هلا بدك تشوفي اذا ما عملوا اصلاحات البنك الدولي ما حيعطي، ممكن تروح لبعض الانتخابات. من جهة أخرى سيحالف الحظ 150 ألف عائلة مستحقة من الاستفادة من بطاقة أمان، حيث سيبدأ الدفع يوم الاثنين المقبل للمسجلين، وقيمة المبالغ تتراوح ما بين 100 و130 دولارا لكل عائلة، ومدة البرنامج سنة. بطاقة اللي هي أشد فقرا اللي هي هذه صار لها زمان، صار لها يمكن فوق العشر سنين كمان، هيدي كان فيها 35 ألف مستفيد، هلا آخر فترة رفعوا ل 75 ألف. هذا بالتمويل من الاتحاد الأوروبي وتحديدا من ألمانيا. بطاقة الأمان هي اللي هو القرض من البنك الدولي اللي هو 246 مليون دولار. بعد ما عملوا البحث على العيال لقوا أنه 150 ألف بيستحقوا أنه ياخذوا الدعم. رح يبلش الدفع يوم الاثنين حسب ما قال وزير الشؤون الاجتماعية امبارح انه يوم الاثنين. فهل ستكون البطاقة التمويلية في طي النسيان في دولة باتت وعودها شيكاً بلا رصيد، كل همها فرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين، وكأنها حكومة دولة مزدهرة تعيش في كوكب آخر؟